الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان على وشك إلغاء قرار شن حرب 6 أكتوبر، ده ليه؟ عشان سبب مشكلة كبيرة بتتعلق بنقص الوقود للصواريخ الخاصة بالدفاع الجوي، ده كان أمر بيهدد طبعا حماية سماء مصر خلال المعركة. الحل جه على إيد العالم المصري بالمركز القومي للبحوث محمود يوسف سعادة، الدكتور محمود يوسف سعادة، اللي قدر يعيد تصنيع الوقود منتهي الصلاحية، وده طبعا مهد الطريق لقرار الحرب وتحقيق النصر العظيم. خلينا نتابع التفاصيل. كانت حرب أكتوبر وما زالت مسرحاً واسعاً للعديد من البطولات التي تكشف أسرارها يوماً بعد الآخر، ومن بين الأبطال رجال مدنيون أثبتوا ولاءهم وحبهم للوطن وتفانيهم في خدمته، مسخرين قدراتهم وعلمهم لتحقيق ما يطلب منهم لدعم القوات المسلحة. بعد أن اتخذ الرئيس الراحل أنور السادات قرار الحرب، أخبره قادة قوات الدفاع الجوي في الجيش بمشكلة كبيرة، وهي عدم توافر الوقود الخاص بصواريخ الدفاع الجوي التي يقع عليها العاتق الأكبر في حماية سماء مصر من الطيران الإسرائيلي خلال المعركة بعد أن انتهت صلاحيته. تم عقد اجتماعات كثيرة شارك فيها كل الخبراء، وخلال تلك الاجتماعات طلب أحد المشاركين الاستعانة بأستاذ في المركز القومي للبحوث يبلغ من العمر 35 عاماً، وعرف عنه الذكاء الحاد والخبرة الكبيرة في هذا التخصص الدقيق. خلال دقائق انتقلت سيارة خاصة لمنزل العالم المصري محمود يوسف سعادة، وطلب منه قائدها التوجه معه لمقابلة مسؤولين كبار، وفور وصوله عرضوا عليه تفاصيل المشكلة التي تؤرق الرئيس الراحل وقادة الجيش. توصل العالم المصري محمود يوسف سعادة مع المسؤولين في معامل الجيش إلى الحل السحري، حيث تمكن من حل شفرة الوقود منتهي الصلاحية وإنتاج وقود صالح للاستخدام. وقرر بعدها السادات تحديد موعد الحرب بدقة بعد أن أبلغه قائد كبير بالجيش أن المشكلة انتهت ويمكن توفر الوقود اللازم خلال أيام. العالم المصري محمود يوسف سعادة تخرج في كلية الهندسة قسم كيمياء صناعية، وتوفي في عام 2011، وشهدت جنازته عدداً من العسكريين والعلماء الذين كانوا على علم تام بدوره الكبير في حرب أكتوبر والنصر العظيم الذي تحقق لمصر والعرب.